الفرق التي تكون في هذه الوضعية. عبيد يمرر الكره ناحية في الرواق، ضاعت فرصة تفتح مجال التهديف ممتازة في القائم الثاني، وبالقاسمي ضيع فرصة سانحة. ثم بن عيادة مرة أخرى بالرأس تصل لعبيد في وضعية جيدة، فرصة لعبيد ولشباب قسنطينة لفتح مجال التهديف. ثالث أخطر أو ثاني أخطر فرصة من جانب شباب قسنطينة ضاعت. ترجع شباب بلوزداد، برنان هل سيسد؟ بالفعل برنان، ممتازة التسديدة هذه، والحارس رحماني بصعوبة. أول تسديدة من جانب عناصر فريق شباب بلوزداد. هاول أمامنا اللقطة والتسديدة والتصويبة، الارتكاز على اليسرى والتسديدة باليمنى قوية جدا، ورحماني شمس الدين يتألق الكرة يتركها بالخير لصالح، يرفع رأسي من المدافع، والهدف الأول من بلقاسمي، يتمكن من فتح مجال التهديف بعد خطأ في المراقبة ومن كرة ثابتة تصل لبلقاسمي، وفرحة بلقاسمي بتسجيل الهدف الأول لفريقه وفتح مجال التهديف قبل نهاية المرحلة الأولى بعشر دقائق. يتمكن في الأخير بلقاسمي من فتح مجال التهديف وإعادة الروح إلى المدرجات، وفرحة كبيرة. وبلقاسمي مسجل الهدف الوحيد في محاولة ممتازة، ما فيش وضعية تسديد، ربما الهدف الثاني، ومزيان يتألق في صد هذه الكرة من أمام كاكومبيغا من بالخير وحده، ينطلق رفيقه طلب الكرة، يوزع كرة ناحية رفيقه يلحق عليها بالقاسمي، سريع جدا يدخل منطقة العملية بالقاسمي، ممتازة من قاسم وتألق الحارس، وعودة موفقة للدفاع في الأخير من أجل التغطية من الساخ أمام صالحي بغى، والتوزيع في القائم الثاني الرأسية، ورحماني بصعوبة إلى الركنية، وكانت له فرص لتعديل النتيجة ثم الانطلاقة. هذه اللقطة خطيرة 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 خطيرة، وتدخل الدفاع، التمريرة من بلقاسمي قام بالعمل ولكن تفطن المدافع، مدافع شباب بلوزداد. ثم الانطلاقة من شباب بلوزداد، أكثر خطورة أكثر فعالية، ما فيش وضعية تسلل، التسديدة القوية، وفرصة أمام شباب بلوزداد، الحكم يقول في خطأ، يقول فيه لمس الكرة باليد، ممتازة، هدف التعادل، من جرار، كرة مرتدة من الحارس الرحماني شمس الدين، في انتظارها جرار، يتمكن عادل من تعديل النتيجة، وفرحة كبيرة لأنصار شباب بلوزداد بمدرجات ملعب الشهيد حملاوي. الشباب رغم ما يعانيه شباب بلوزداد توفيق يعود بنقطة ثمينة خاصة من الناحية المعنوية، ولو أن الوضعية حتى الآن فريق يعاني في المركز الأخير. طبعا نفس الشيء بالنسبة للمقابلة هذه، أثبت شباب بلوزداد رغم أنه يلعب مع بطل الموسم الماضي، لكن بطل الموسم الماضي مستواه تراجع نوعا ما لأسباب ممكن نجهلها، ولا ممكن بداية موسم، ولا ثقة زائدة في المجموعة. لعب أمام فريق يبحث على الخروج من وضع صعب جدا، فريق اللي موجودين عدة شبان موجودين فيه، مثل اللاعب بشو هو اللي كان سدد تمريرة شاب اللي يبلغ 21 سنة، رغم المشاكل داخل الفريق أعتقد أنه شباب بلوزداد استطاع أن يوقف الند الفريق قوي بطل الموسم الماضي. نظن على شباب قسنطينة أن يراجع نفسه، وشباب بلوزداد اللي نظن نقطة، ولكن من الناحية المعنوية عنده وزن ثقيل. زين، شباب قسنطينة ربما ما هوش وقت التعثرات، هو في هذا اللقاء أراد أن يحافظ على لقبه، في هذا اللقاء قام بكل شيء بكل صراحة، يعني كانت عنده فرص متعددة وللتسجيل، ولكن اللمسة الأخيرة والدقة في اللمسة الأخيرة ما كانتش موجودة. خلق 4 أو 5 فرص كان ممكن يقتل المقابلة في أي وقت ما. بالنسبة لشباب بلوزداد، وهذا من المميزات للفريق، رغم أن كان يعني منهزم ولكن استمر في اللعب، آمن بحضور، حاول آمن ربما بإمكانيته إلى لما سجل هدف التعادل. إذن مستحق، النقطة مستحقة بالنسبة لشباب نظرا للمجهودات اللي بذلها والوضعية اللي فيها والشيء اللي قام به في هذه المقابلة. ما بالنسبة لشباب قسنطينة، عليه أن يراجع نوعا ما أوراقه، لأن
فريق ممتاز يلعب كرة نظيفة كرة جميلة، ولكن ربما الآن تنقص الفعالية لكي يجسد كل فرص التي تتيح له. والأمور أيضا صارت أصعب من الموسم الماضي، طبيعي أنه مدام أنه البطل الكل يسعى للإطاحة ببطل الموسم الماضي. يا عبد الرزاق حلال شي تحكي من هذه المباراة؟ من بقيادة سيد ميال مساعد صلاة وجوه شهاب الله. شوفوا اللقطة التحكيمية الموجودة في هذه المباراة، هي هذه اللقطة. نعم شوف اللقطة التي سجل على إثرها الهدف. أنا هنا الحاكم حاكم المساعد نفت بحجة أن الكرة تجاوزت خط المرمى كليا. هنا شوفوا شوف اللقطة، لو كان نشوفوا الحاكم شوفوا راهو راهو عند الخط، شوف الحاكم والراس شوف كيفاش الحاكم تصرف. أنا الصورة المكبرة هنا تظهر باللي الكرة راهي بعد تجاوزت الخط، وكي نشوفوا حتى معاملة الحاكم المساعد مع اللقطة بالمجهودات تاعه وكان هذيك القوة في السرعة الظهر باللي كان عنده قرار عنده صحيح ولا والصورة تبين شرعية قرار الحكم بعد هذه اللقطة المباشرة.